العنوان عند السودانيين هي تلك الصبغة التي تجمل الوجوه والأشياء، لكنها عندي تلك الإصدارة المثيرة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. والمساء عند كل السودانيين، وذلكم الزمان الوسيم ما بين النهار والليل، ولكنها عندي هذه الإذاعة الصبية التي توقفت عندها آذان العشاق والصالحين. أم درمان عند كل السودانيين هي تلك العاصمة الوطنية التي منحت إفريقيا والعالم العربي بل والكون كله قلادة الشرف والعراقة والكبرياء، لكنها عندي ستبقى هي تلك القناة التي مارست البوح المتألق والحمس المفاض بالشعر واللحن والفكر والجاذبية، وقد تحلقت حول هذه النجيمات البعيدة أرواح أهل الصحافة والإعلام والثقافة التي انبثقت عنها ليلات الإبداع والمؤانسة والذكريات، فدارت كؤوس القوم بأنخاب المعرفة وجلال المعاني. ودارت الأيام، حلقات في حضرة أثير الإذاعة وأضواء الشاشة ومداد صاحبة الجلالة، يعدها ويقدمها الأستاذ حسين خوجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، عزيزي القاري، في برنامج الذكريات ودارة الأيام، لحظات من الذكرى والشجن والشخصيات والمعرفة والبوح الجهير والخفي، تجربتي مع الإذاعة والتلفزيون والصحافة هي ليست دروسا أكاديمية، ولكن هي ذكريات عفو الخاطر حفزني عليها مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات والمذيعين والمذيعات وناشئة الصحفيين الذين أغروني بهذه الجلسات التي تخرج من القلب، لا أدعي بأنها تمثل توثيقا لفترات في تاريخ الصحافة والثقافة والفنون والإعلام في بلادنا، ولكن هي مجرد خواطر يمكن أن تغري هؤلاء الشباب في أن يستقصوا هذا البحر العميق العميق القلب وسويداء المياه الغارقات بالحنين والموهبة والإبداع أن يبحروا فيه، فهم قادرون بحكم التجربة الجديدة والعمر والوسائل الحديثة في البحث والاستقصاء أن يقدموا للشعب السوداني ما فاتنا ونحن على أعتاب الذكرى والوقوف على الأطلال حتى ولو كانت بكل ذلك البهاء القديم. هذه الحلقة في ذكرى عثمان حسين عليه الرحمة وفي ذكر بازرعة، وهذه الحلقات عثمان حسين وبازرعة، من أمجاد الفنان عثمان حسين ومن أمجاد بازرعة أنهم صنعوا هذه اللغة الوسيطة ما بين العامية والفصيحة، وبعدين شاركوا في ثقافة المجتمع في رفع كفاءة الأداء اللفظي للشباب السوداني حتى ولكبار السن. يعني لو تستمع لأغنية زي أنا والنجم والمساء، التنبيه لعلاقتك بالوجود، يعني أنا والنجم والمساء، شوف الريفة عليه، أنت
فوق عين النجوم والمساء. يعني أي زول بيسمع الثلاثة عبارات دي أول شيء بعين اللي يروحه كده يكتشف نفسه والنجوم. وللأسف نحن في زمان بالله أحس عليك الله أنتوا قاعدين وأنا بقول في الكلام ده، من 200 شفت النجوم؟ من 200 يعني الناس بيجوا بيوتهم مجهدين ويكبوا على وجوههم، يعني لو لقوا اللقمة في هذا الزمان البائس بنومه، يعني ما في زول يتطلع إلى السماء. أنا 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 يعني إلا بعض أهل الريف بيقعدوا كده يعينوا لقبة السماء دي والتماعات النجيمات البعيدة، ده أدب بقى ما عندنا. يعني كوننا العين كده لزينة الكواكب دي التي تدعو لتمجيد الله سبحانه وتعالى وتوحيده، يعني ربنا سماه زينة الكواكب، الاستفادة من الزينة دي ده دعوة للجمال والتفكر والانتباه. ولذلك عندما نستمع لهذه الأغنيات بنعيد المفردات دي ونكتشف نفسنا أنه النجم والمساء. المساء ده من أجمل الأوقات في السودان، حسي بقى حار جدا، عارفين ليه؟ لأنه نحن أعداء الجمال، ما زرعنا شجر، ملينا البلد، ملينا البلد قحل وصحراء. الخريف يجي نحن ما بنزرع، انتوا عارفين نحن لو زرعنا ربوع السودان دي في أطرافه وأطراف الصحراء كل كذا ألف شجرة زي ما بيحصل في أثيوبيا دي زرعت مليارات من الأشجار المثمرة. شوف الجو بتاع أثيوبيا زي ما قال لي واحد، قال لي تخش أثيوبيا دي كأنه في مكيف، القعر بتاعه على السودان والواجهة بتاعته في أثيوبيا، مش لأنه أثيوبيا مرتفعة، لأنه أثيوبيا زرعت كل أشجار. حسي هنا قاعدين نقلع في الزلط ونصرخ ونشتم في بعضنا بعض، حسي الخريف على الأبواب ما قادرين نزرع لنا أشجار. ولذلك الفقر والجوع مرتبط بالقبح، السودان ده بيقى بلد قبيح لأنه ما فيه أشجار، ما فيه أشجار معناه ما فيه ندى، ما فيه مطر كثيف، ما فيه نسمات. شوف الحر اللي عايشين فيه ده. ولذلك متاح انه انت انا ذاته ما انت لما نكون بزرع انا والعثمان حسين، انا والنجم والمساء، نحن لا لاقين انفسنا عشان نقول انا، ولا لاقين النظر الى السماء ليقول دي النجوم، ولا المساء لانه المساء ذاته بقى اخطر من النهار في 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 سخونته وفي لظاه. لكن على حال الكلمات لا تموت، هذه دعوة للرومانسية رغم أنف الجفاف والتصحر، ورغم أنف أننا لا ننتبه لهذا الجمال الذي نعيشه. عشان كده تعرفين السودان ده حيحتل مرة أخرى لأنه نحن ما بنستحقه، لأنه نحن ذاته ما موجودين، ولا الأنجب ولا المساء. ولكن من باب الذكرى والوقوف على الأطلال نستمع لراية هذه الراية الوثائقية الخالية الوفاض إلا من الحزن والذكرى والحنين، أنا والنجم والمساء. Thank you.
أنا والنجم والمساء أنا والنجم والمساء أنا والنجم والمساء أنا والنجم والمساء ضمن الوجد والحنين ضمن الوجد والحنين كأسنا الرجاء وبكت فرحة السنين آهي يا شاطئ القديد أين في الليل مقعدين آهي يا شاطئ القديد أين في الليل مقعدين أين في الليل مقعدي أين بالله موعدي يا خطها على الربا عطر أنفاسها صبا تحمل الشوق والصبا والخالات موكبا وأنا كلما دنا أنا كلما دنا كلما دنا وأنا كلما دنا طيفها الحلو وانثنى وأنا كلما دنا وأنا كلما دنا وأنا كلما دنا طيفها الحلو وانثنى عادني الهم وطنا أنا والنجم والمساء أنا والنجم والمساء ضمن الوجه والحنين ضمن الوجه والحنين في الدجى شاق مسمعي صوتها الملهم اندغم في الدجى شاق مسمعي صوتها الملهم اندغم في الهوى هاج مدمعي حبها الخالد الألم كلما لاح بارق كلما لاح بارق من محياها خافق مات بالهم عاشق Thank you.
أروكيتي التي خلدت لحن شهرتي إنها أروكيتي التي خلدت لحن شهرتي أسرجت ليل وحدتي بالأسى والصبابة يا رؤى البحر أشهدي ها هنا كان موعدي موعدي وهنا كان مقعدي وهنا كان مقعدي أنا والنجم والمساء أنا والنجم والمساء ضمن الوجد والحنين